أهلا بكم جميعا. في هذه النشرة من نشرات التدبيت سوف نتكلم عن شهر تراث سكان آسيا وجزر المحيط الهادي. فمن المعروف بأن شهر مايو أو الشهر الخامس من كل سنة يعتبر شهر للاحتفال والتعرف على سكان آسيا وأيضا سكان جزر المحيط الهادي. فمن هم السكان الذين يتم تعريفهم على أنهم ينتمون إلى قارة آسيا؟ طبعا هم جميع الأشخاص القادمين من الشرق الأقصى أو جنوب شرق آسيا أو شبه القارة الهندية، بما في ذلك كمبوديا والصين والهند واليابان وكوريا وماليزيا وباكستان وجزر الفلبين وتايلاند وفيتنام. أما الأشخاص الذين ينتمون لجزر المحيط الهادي فهم سكان جزيرة هاواي وأيضا الجزر المحيطة في المحيط الهادي. طبعا كما ذكرنا في بداية هذه النشرة، فشهر مايو هو شهر الاحتفال وأيضا التعرف على السكان الذين ينتمون لقارة آسيا وأيضا سكان جزر المحيط الهادي. وبهذا الاحتفال نحن نعترف بالتحديات التي واجهها الأمريكيون الأسيويون وأيضا الأمريكيون الذين ينتمون لجزر المحيط الهادي، وهم بالطبع سكان جزيرة هاواي الأصليين والجزر المحيطة في المحيط الهادي. وفي عام 1978 اعترف الكونغرس الأمريكي بأسبوع التراث الأمريكي الأسيوي الهادي، وفي عام 1990 أقر الكونغرس الأمريكي قانون يوسع الاحتفال بهذا والاعتراف بسكان الأسيويين وأيضا سكان جزر المحيط الهادي. الأنشطة التي يمكن أن نقوم بها كاعتراف منا وأيضا كتثقيف للأطفال والأسر بتاريخ سكان آسيا وأيضا سكان جزر المحيط الهادي هو أن نقوم بزيارة لمتحف الوينك في سياتل والتعرف على بعض الأمور التي تخص سكان آسيا وأيضا سكان جزر المحيط الهادي. من الأنشطة المسلية الأخرى التي يمكن أن نقوم بها مع الأطفال وأيضا أن نشجع الأسر بالقيام بها في المنازل هي طبعا أن نقوم على التعرف على الآلات الموسيقية التقليدية لآسيا وجزر المحيط الهادي. وهناك طبعا ستجدون العديد من روابط اليوتيوب التي يمكن أن تقوموا أيضا بتشغيلها مع الأطفال والاستماع لبعض الموسيقى التقليدية التي تنتمي لسكان آسيا وسكان جزر المحيط الهادي. أيضا يمكن أن نقوم بتجربة العديد من الوصفات لسكان آسيا وجزر المحيط الهادي، وفي الرابط وفي النشرة المرفقة لهذا التسجيل ستجدون بعض الوصفات التي يمكن أن تقوموا بإعدادها مع الأطفال، ومنها أيضا لفائف جوز الهند الحلوة، وهناك أيضا وصفة لفائف السبرينغ رولز، كما أنه ستجدون خبز البيري بيري بالدجاج تندرز. فكلها وصفات لذيذة يمكن أن تقوموا بها مع الأطفال وأيضا مشاركتها مع الأسر، وستجدون هذه الوصفات مفصلة في النشرة المطبوعة المرفقة لهذا التسجيل. أيضا كما تعلمون الكتب، قراءة الكتب هي من أفضل الطرق لتعريف الأطفال على تاريخ سكان آسيا وسكان جزر المحيط الهادي. فستجدون العديد من الكتب التي تتكلم عن سكان آسيا وسكان جزر المحيط الهادي،
التي يمكن أن تقوموا بقراءتها مع الأطفال. نتمنى أن تكون جميع هذه الأفكار نالت إعجابكم، وأن تقوموا بقراءتها وأيضا بعملها مع الأطفال ومشاركتها مع الأسر والعائلات. شكرا لكم جميعا للاستماع لهذه النشرة المسجلة، ولا تنسوا أن تقوموا بقراءة النشرة المطبوعة المرفقة بهذا التسجيل، حيث أنكم ستجدون العديد من الروابط لبعض المصادر التي تختص بسكان آسيا وجزر المحيط الهادي، وأيضا ستجدون الوصفات التي ذكرناها بالتفصيل. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.